السلام عليكم خوتي، جيت نقول لكم باللي اللجنة العلمية المغربية تقرر انعقاد اجتماع طارئ برئاسة وزير الصحة المغربي للحسم في موضوع فتح الحدود. كذلك اخوتي، عضو باللجنة العلمية، اي عضو مهم باللجنة العلمية، كيقول باللي استمرار اغلاق الحدود لا يعطي مصداقية لقرارات المغرب، هذا فيما يتعلق بالحدود الجوية. وهنا رئيس الحكومة الإسبانية يبحث عن حل الأزمة مع المغرب بأرخص الأسعار. احنا عارفين أخوتي بأن المغرب لن يقبل إلا بفتح قنصلية إسبانية في الصحراء المغربية والاعتراف بمغربية الصحراء. نشنا لا بداية بالعاهل الإسباني في الخطاب ديالو الأخير، يعني جوج ديال المرات، وفي الزيارة ديالو للرواق المغربي، كنهضر على المعرض ديال السياحة مدريد، كذلك التصريح ديال وزير الخارجية الإسباني، كذلك كلمات ديال بيدرو سانشيز، هادشي هذا كامل مجرد أقوال، والمغرب باغي أفعال، أفعال حقيقية. المهم نخليو هذا الموضوع هذا على جنب ونهضروا على الاجتماع ديال نهار الثلاثاء، وكل المؤشرات كتقول باللي انه غادي يكون القرار ديال فتح الحدود، لكن غادي تكون شروط، وعندي واحد المقال غادي نقراه عليكم اخوتي قبل ما ندخلوا في جميع التفاصيل. كما العاده ما تبخلوش علينا باللايكات، كثروا باللايكات اخوتي، ما عرفتش علاش الفيديوهات ما كيوصلوش بحال الفيديوهات ديال الناس، 10000 20000 ديال اللايكات. ونمشيو للتفاصيل اخوتي. منتدى وحنا عشت في الأوطان دينهنا عنوان ملأ كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في همي ودم هواك ترى نور ونار إخوتي هيا. السلام عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان، ودائما وابدا كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. خوتي كما قلنا لكم في المقدمة، اللجنة العلمية المغربية تقرر انعقاد اجتماع طارئ لاتخاذ القرار، يعني هذا الاجتماع غادي يكون برئاسة وزير الصحة المغربي لاتخاذ القرار فيما يتعلق بفتح الحدود، وكل المؤشرات كتقول باللي غادي يكون الإعلان عن فتح الحدود، لكن ستكون هناك شروط تعجيزية، وهادشي اللي غادي نهضروا عليه، وهادشي اللي ما بغيناش، لأنه الجالية المغربية جايبين مؤخرا لمدة ديال شهرين والحدود مقفولة، وكما عارفين كاين الناس اللي عانات، ولحد الآن كاين عالقين في دول افريقيا واسيويه واوروبيه، والدوله الوحيده اللي باقين، يعني حنا في سنه 2021 و 2022 عفوا، وباقي عندنا عالقين مغاربه في جميع دول العالم. وهنا فيما يتعلق بالحدود البحريه، هذا مرتبط يعني بالقرار ديال اسبانيا، كما شفنا يعني كانت مبادرة يعني من إسبانيا بداية بالخطاب ديال العاهل الإسباني وبالزيارة ديالو للرواق المغربي للمعرض اللي موجود حاليا، المعرض الدولي اللي موجود حاليا بالعاصمة مدريد. شفنا الكلمات كذلك ديال بيدرو سانشيز ديال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس، لكن هادشي هذا كامل شافوا أنه غير كافي، ودابا بداو بتحركات جديدة، ونطلبوا الله نطلبوا الله يوصلوا الحل يعني مع المغرب، اللي احنا من هادشي هذا كامل فقط كيهمنا فتح الحدود البحرية، لأنه ما يمكنش وما غاديش نقبلوا الصيف المقبل إلا بفتح الحدود البحرية ديال الخزيرات. أما هادشي ديال فرنسا وديال إيطاليا خاصة بالنسبة، لأن الناس حنا الجالية المغربية المقيمة هنا بإسبانيا ولا المقيمة يعني في جميع الدول الأوروبية، حنا كنعرفوا المغرب الخزيرات
طنجة المتوسط ولا طريفة طنجة المتوسط، هادشي اللي كنعرفوه اخوتي، اما شي حاجة اخرى ما كنعرفوش، لان العام اللي فات او هاد العملية مرحبا اللي فاتت كانت هادي ديال فرنسا، وهاد انترتيبينغ كانت واحد الروينة وصافي. حنا كنعرفو فتح الحدود البحرية ونستناو هاد الناس هادو شنو فين غادي يوصلوا مع المغرب، ونرجعوا يعني للقرار اللي غادي تخرج به اللجنة العلمية اللي غادي ترأسها وزير الصحة المغربي خالد أيس الطالب. هاد الناس يعني كل المؤشرات كتقول بأنهم غادي يعاودوا يعلنوا على فتح الحدود، لكن غادي تكون شروط تعجيزية، وكما قلت لكم حنا جايبين المدة ديال شهرين وحنا صابرين اخوتي، لكن ما غاديش نقبلوا الا بهذا الشيء اللي غادي نقرا عليكم هنايا. هنا نعم، حنا الجاليه المغربيه المقيمه في الديار الاوروبيه والمواطنين المغاربه بصفه عامه لنا حقوق وواجبات، ومن وحق من الحقوق ديالنا وهو اننا نسافروا لبلادنا يعني بكل اريحيه فوقاش ما بغينا وفوقاش ما رضينا، يعني من حقنا ما دام اننا نحمل الجنسيه المغربيه فمن حقنا ندخلوا ونخرجوا لبلادنا فوقاش ما بغينا، لان هذا الشيء هذا فقط كاين في المغرب، يعني المواطن المغربي هو المواطن الوحيد اللي ليس له حق السفر الى بلده، يعني بهذا الحجه او بهذا المبرر ديال هذا الوباء، مع العلم اننا كنشوفوا جميع دول العالم الحدود ديالها مفتوحة، ونهار اللي كتغلق على الأجانب والسياح، ما كتغلقش على المواطنين ديالها، يعني على السياح فقط، المواطنين نو، دائما من حقهم ما دام أنهم حاملي الجنسية المغربية وجنسية أي بلد فما من حقش البلد ديالهم يشدوا عليهم. وهذا الشيء اللي كنشوفوه حاليا، يعني حنا وصلنا للقرن 22، هادي يقول القرن 22 سنة 2022 القرن 21 وباقي عندنا مغاربة عالقين في جميع الدول. أنا في النظر ديالي إذا ما تمش القرار ديال فتح الحدود وبشروط، ما تكونش هاد الشروط اللي كانوا كيعملونا شحال هذه شروط تعجيزية، تكون شروط عادية، الملقح يتعفى من البي سي ار، إنسان إذا كان ملقح وعنده الجرعات ديالو الكاملة يتعفى من البي سي ار، الغير ملقح حتى هو من حقه يزور بلاده بالاختبار ديال البي سي ار، اختبار ديال البي سي ار سلبي من حقه يزور بلاده، ما يمكنش حنا ملقحين ونزيدوا الاختبار ديال البي سي ار. غادي تقولوا لي نو دابا الوباء راه منتشر بزاف، وهذا نو، الوباء منتشر في جميع دول العالم وبمئات الالاف والحدود مفتوحه يعني في وجه دول العالم باستثناء المغرب فقط، ولهذا انا ما غاديش نعاودها، حنا نطالب يعني من يعلنوا على هذا القرار ديال فتح الحدود يعني تكون شروط عاديه، الملقحين ما خصو يكون عليهم حتى شي حاجه، فقط عندهم الخوستيفيكانتي او الجواز ديال اللقاح ويدخلوا ويخرجوا، والغير ملقحين بالاختبار ديال البي سي ار. تفاهمنا اخوتي؟ وهنا نمشيو نشوفوا عضو مهم في اللجنة العلمية كيقول باللي لأنه لا يعقل أخوتي هذا الإغلاق وهذا الروينة اللي عمل المغرب كامل، وكنشوفوا أخوتي هذه المهزلة ديال هاد الطائرات الخاصة كتمكن أنها تدخل وتخرج من المغرب. هنا كيبان لي باللي هاد الناس يعني كيفرقوا بين المواطنين وبين الإنسان بصفة عامة، يعني عندك الفلوس تقدر تدخل لهاد البلاد، ما عندكش فلوس ما تقدرش تدخل لهاد البلاد، هذا هو المفهوم ديال هاد الطائرات الخاصة، واش تفهمنا؟ وهنا كنظن هذا ديال إسبانيا، كنظن بلا ما ندخل في التفاصيل أخوتي لأنه مقال طويل، راه كلشي باين، المغرب باغي الوضوح، وهادشي جا على لسان جلالة الملك وعلى رئيس الحكومة وعلى الناطق الرسمي وعلى وزير الخارجية، كلشي كيقول باللي المغرب ما كيبغيش اللون الرمادي، كيبغي اللون الابيض او الاسود، معانا ما معاناش صافي، ما كاينش داك الخطابات المزوقه وهذا، باغي المعقول، باغي الافعال، هذا الشيء اللي باغيين، يعني عطيونا هيدا ولا هيدا، معانا ولا مع غانا، ما كاينش داك هيدا وهيدا وهيدا نو، واش فهمنا؟ اذا بلا ما ندخل في التفاصيل ديال هذا
ديال الحكومة الإسبانية، يعني باغين الصلح ولكن أرخص الأسعار، يعني ما يخلصوش بزاف، والمغرب ما غاديش يقبل بشي حاجة أخرى من غير الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية إسبانية بالصحراء المغربية، أو لا غير الاعتراف بمغربية الصحراء، قال يفتحوا القنصلية الإسبانية. تفاهمنا؟ وهنا غادي نشوفوا نعم هذا نعم بس هنا بعض المصادر كتقول بلي الاسبوع المقبل سوف تعلن الحكومه المغربيه عن اعاده فتح الحدود مع بعض الدول، مع بعض، لان كاين شروط. حنا نستناو ان شاء الله حتى نهار ثلاثة ونشوفوا شنو غادي يكون. هنا نشوفوا باش نختموا، نشوفوا العضو ديال اللجنه العلميه سي عز الدين الابراهيمي شنو كيقول. كيقول استمرار إغلاق الحدود لا يعطي مصداقية لقرارات المغرب. هذا من جهة، وما عرفتش علاش ما عنديش لا تأخذي. بسط عضو اللجنة العلمية ومدير مختبر البيو تكنولوجيا بجامعة محمد الخامس البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عددا من الأسباب التي قال إنها تجعل من قرار فتح الحدود أمرا ضروريا. وقال الإبراهيمي يعني امرا ضروريا يسطى الحدود خصها تتحل. كل شيء كيقول الحدود خصها تتحل، من خبراء، من اطباء، يعني من سياسيين، برلمانيين، الجاليه المغربيه تطالب، المواطنين المغاربه، الناس ديال القطاع السياحي، كل شيء يطالب فتح الحدود، لان السياحه المغربيه ضرات بشكل كبير من هذا القرار. مع العلم مؤخرا عاد شفنا واحد ملياري درهم ديال التعويضات، ما عارف كيفاش غادي تكون، ولكن هاد الناس راه جايبين ثلاث سنوات وهما متضررين من هذا القرار. هنا وقال الإبراهيمي أن تسونامي أوميكرون وليس هنا أوميكرون مقرون بالإصابة وليس الإنعاش، مشيرا إلى أن كل المعطيات تؤكد على أن أوميكرون يفضي إلى مرض أقل خطورة مقارنة مع سلالات أخرى مع تقلص مدة المكوث بالمستشفى المصابين به، معتبرا أن المشكل الذي نواجهه ليس الإصابات بل قدرة منظومتنا الصحية في استقبال المصابين وتطبيبهم. وأوضح المتحدث أن منظمة الصحة العالمية نصحت البلدان برفع أو تخفيف قيود السفر لأنها لا تقدم قيمة مضافة وتستمر في المساهمة في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وغير مؤخرا شفنا بوريس جونسون يعني رئيس الوزراء البريطاني راه صافي أعلن على نهاية هذا الوباء، صافي صافي، والناس غادي تتعايش معه كأنه يعني زكام عادي يعني موسمي، وفرنسا كذلك حتى هي حنا باقين كندرسوا واش نحلوا الحدود، راه حشومه وعيب. وكاين اللي كيطالب بالاقاله ديال وزيره الصحه، راه بدينا كنشوفوا بزاف ديال المنشورات ديال عارضات كتقول باللي راه يطالبون باستقاله وزير الصحه. الصراحه لانه لا يعقل هذا الشيء، هذا زعما الصراحه ما فهموه حتى شي واحد، ان الحدود ديال الدوله المغربيه هي الوحيده اللي باقا قافله الحدود ديالها. المهم اخوتي انا ملي كنبدا نهضر وهذا كتبقى تجيني السعله، كنظن واقيلا راه قلنا كلشي اخوتي فيما يتعلق فتح الحدود البحريه، حتى انا ما غاديش نقبلوا بها، كنهضر على الصيف المقبل على عمليه مرحبا الا بالحدود البحريه بين المغرب واسبانيا. حنا هادشي هذا ديال فرنسا وايطاليا وبورتيما ولا هذا نو مالي، يعني الحدود البحريه يعني باقي لنا واحد 4 شهور ولا هذا، والحدود الجويه انا كنظن بلي نهار الثلاثاء يعني غادي يكون القرار، ونشوفوا الشروط اللي غادي تكون. طولش عليكم بزاف، لايكات بزاف، تهلاو لي فراسكم، نهاية أسبوع موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.